UNFM 91.2. الكور العجعاجي وبابا الشريف الباجي مع صحي كف تاجي شديت كوزينتي ومديت فحاتي وحذرت لكم صحي كف تاجي من يديتي الملاح متنوش ومحرحر وكالعادة نقولكم اللي ما يحبش الحار تعطيه ستانس. قالك يا سيدي احنا ماشيين نحو تحسين الوضع في تونس خاصة بعد الاستثمارات الأخيرة اللي قاعدة تصير في بلادنا. انعمي راي حتى السعودية قاعدة تتسلف راو اي من الميوامو وذيرا مش بلاصتها السعودية وما أدراك تتسلف نورمال. وبعد أحداث جمنا نجمنا نفهموا قيمة الشعب في اتخاذ القرار. ما هو باش نفسر لكم أكثر شوية باش نفسر لكم نادية بلغة أنت تحبها وتموت عليها اللي هي لغة الاقتصاد لغة الموسيقى باش نفسر لكم شنو معناها عاملة رجيم بالموسيقى أي عاملة رجيم بالموسيقى. حضر تيمس في العرض يخلي تحكي لنا حاجة العرض بتاع البارح نصور زيدا حتى اللي ربحوا معنا دي تي كي وكانوا موجودين كانت حاجة خارقة للعادة بالحق. تحس روحك بالحق سافرت عبر التاريخ ومشينا للأندلس وعشنا في الأمبيونس هذيك حاجة مزينة برشا. اختاني تم الموسيقى بعد ما سمعت الموسيقى روحت للدار فما العشي ياخي حسيت روحي بالحق مسقمة شبهش بالموسيقى فهمت اللي بالحق فما حاجة اسمها غذاء الروح بالحق موجودة وتحسها تحس روحك سي ساعة انا مروحة ماذا بيه ما نسمع حد شيء كي عرفت تقعد جوست اخر اللينات اللي سمعتهم هذوكم يقعدوا في مخي حاجة مزينة برشا بربي جماعة المجاعة نزلهم سيديات بربي شوية موسيقى فمشي ما تنقص المجاعة ويسمنوا شوية بربي ابعثوا لهم كريدن سيديات موسيقى اكتشفنا ريجيم جديد ريجيم بالموسيقى برشا بنادي يسمعوا فينا كان عندكم نفس الفازة ونفس المرض اللي عند نادي يشوفي ديتر ارتيست يا احمد مش مرض ومحليك نجي الفن مرض قلبك عامر بالإيمان عسين دونك نجمو تعملوا ريجيم بالموسيقى ربي معاكم هي يعني اولى واحدة بريجيم هي تكون انا معني ماذا بين كثر من سمع الموسيقى مش برشا انا باش نرجعكم لحكاية الموسيقى وقلت لكم باش نفسر لكم حكاية انه الشعب يتخذ القرار ديما كما في الموسيقى فما القرار وفما الجواب صح ولا احنا عنا ما شاء الله الشعب يتخذ القرار يمشي للقرار يقعد يستنى الجواب اللي هو تعصف الدولة والدولة حبالها الصوتية تعبة شوية ما تنجمش تطلع يسر في الجواب فيقعد الجواب معلق كيف ما قلت لكم وضعنا كيف ما الموسيقى بالضبط زيدا علاش يشبه الموسيقى على خاطر عنا طبقات في تونس عنا الطبقة الصاعدة الطبقة العالية وعنا الطبقة الطايحة ذيك لغالب ان شاء الله تطلع في يوم ما والسلم الموسيقي فيه برشا نوتات او كناخذوا نوت احنا كل مره يعطيونا حاجه ناخذوا فيها نوت الى اجل غير مسمى والمفتاح يا جماعه المفتاح السلم الموسيقي اي المفتاح الله اعلم في يد شكون انا حتى لتو ما زلت ما نعرفش في يد شكون فبحث المفتاح عندي انا فبحث لا ان شاء الله اما ما دام فما الموسيقى اكيد المفتاح عند محسن مرزوق في بالي هو عنده حسب المفتاح عنده المفتاح الله اعلم انا قلت الله اعلم عند شكون وكل واحد يفسر كيما يحبه اما ما دام فما الموسيقى اكيد فما خدامة الحزام لازم على الموسيقى ما نجموش تدوير الحزام بركك يدور حزامك شويه وفما شكون يشطح زادها في تونس على طرب وفلس على انغام الموسيقى اكيد وحتى هذيك خدمه ما تنساوش زادها انه تونس ارض الموسيقى وفيها برشا غناء وشطيح والحلقه كل يوم عمل تكبر الحظ نتاع الناس اللي يشطحوا برشا قاعدين يشطحوا ربي ما احمد زيد بدا يشطح المهم في هذا الكل نبعدوا على رقصه الديك المذبوح في هذا الكل لطف علينا من ديك طلعتنا بها هذه نادي اش قالك فيها عجبني معناها حاجه من التدخل رشيق ايمن اعطيها تصفيقه رقصه الديك المذبوح لطف عليكم ما تعود نادية لطف عليكم برقصة ديك المذبوح يا نادية أنا اليوم خطبتكم بلغة الموسيقى حسيت نادية شبعت بالموسيقى فحبيت نعطيها الابتداج نتاعها شوية موسيقى اليوم ابتداج اليوم صحة ليك صحيح الكافتيجي وفاهمة تشربوش وراها الماء اسمعوا الموسيقى وعملوا ضحيكة وشتيحة ما فيها بيس ونقول لكم باي باي كافتيجي